مش انا. ازيك يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا بفيديو جديد وتريلر رياكشن جديد لفيلم من الافلام اللي مفروض هتتعرض قريب، وهو فيلم مش انا. طبعا هتستغربوا من الشكل بتاعي السمار اللي انا فيه، لان انا قلت لكم انا هبقى مش فاضي من اسبوع ونص او من اسبوعين من اخر فيديو انا كنت عامله تقريبا، كان اللي هو بتاع التريلر رياكشن بتاع فيلم ايترنلز وفيلم لاست نايت ان سو. كنت عامل تو تريلرز في فيديو واحد، كنت قايل لكم تقريبا من الفيديو ده او الفيديو اللي قبليه ان انا هكون غايب بتاع اسبوع ونص كده، لان هكون في رحلة استجمام بصراحة. وانا الرحلة دي رحلة الاستجمام اللي انا عملتها بصراحة انا كنت محتاجها علشان اطلع شوية من المود اللي انا كنت فيه، لان انا بصراحة بقالي فترة كنت مقريف شوية وكنت محتاجة اغير جو يعني بمعنى الاصح. فعشان كده تحس ان انا وشي اتحرق ده كده ولا حاجة، يعني انا كده جسمي كله اصلا مقشر واسود وبتاع وحاجات غريبة، ده انا كده كمان يعني وشي الى حد ما فتح شوية عن الاول، يعني كنت اسمر من كده بكتير كمان يعني. فكنت محتاج يعني كنت محتاج رحلة العلاج النفسية دي او الروحانية من جوايا، لان انا كنت خايف اخش في فترة اكتئاب، و حبيت ان انا اغير جو بصراحة واطلع طلعة يعني واغير وافسد دماغي واغير حالي كده شوية يعني. فانا بعتذر لو انا بقالي بتاع فترة ما بنزلش فيديوهات، انا لسه راجع حرفيا من يومين، فعقبال ما خدت نفسي وريحت شوية كده وتشيلينج بقى وريلاكس وبتاع، فرجعنا نعمل فيديوز تانية. الناس اللي بتسال في تريلرز نزلت مش انا ومش عارف ايه والكلام ده كله، وبيكتبوا لي في الكومنتس وبعتوا لي على الصفحه، انا والله انا عارف ان في تريلرز بتنزل، واللي هو بيقولوا انت بتنزل فيديوهات على هوم الون ومش مهتم بهوم سينما. يا جماعه الفيديوهات اللي انا بنزلها حاليا على هوم الون، سواء كانت لعبه ليمبو او لعبه انسايد اللي انا لسه منزلها فيديو الحلقه الثانيه بتاعتها النهارده، كل الفيديوز دي انا مصورها قبل ما اطلع الطلعه عشان تبقوا عارفين. وانا كل يوم بحاول انزل فيديو كل يوم علشان يبقى فيه جديد يعني من الاخر كل يوم، عشان برضو انا ما بحبش ان انا عشان هوم الون قعدت فتره كبيره اهملتها، فقلت ان انا اخد الاستاب بقى وكل يوم انزل فيديوز في فيديوز في فيديوز في فيديوز. فكل اللي انتوا بتشوفوه ده سواء ليمبو او انسايد على هوم الون، كل ده انا مصوره قبل ما اطلع الطلعه عشان تبقوا عارفين يعني. النهارده هو رجعنا من الطلعه تاني وهنرجع بتريلر رياكشن لفيلم مش انا، وهو الفيلم لتامر حسني، وهو من تأليف تامر حسني برضو ومن إخراج سارة وفي بيضم معاه في البطولة مع تامر حسني هو ماجد الكدواني وحلا شيحة. أنا افتكرت حلا شيحة بطلت تمثيل، مش عارف ليه، حسيت هي بعدت وبعد كده رجعت وبعد كده بعتت تاني، فغريبة. حلا شيحة موجودة معانا، حجاج عبد العظيم وسوسن بدر ومحمد عبد الرحمن اللي هو توتا، وفي كمان معانا شيرين وعصام السقا وإياد نصار. مش عارف، ممكن تكون هو فيلم مفروض ان هو فيلم كوميدي. التريلر نزل اول امبارح والناس ابتدت تقول لي لازم نعمل تريلر رياكشن، لازم نعمل تريلر رياكشن. هو يا جماعه حاضر من عينيا والله، كنت بس يعني بتشيل وبريلاكس يعني مع يومين مع حالي وكنت هرجع اعمل تريلر والله، مش ناسيكم ما تقلقوش يعني. طبعا كالعاده ما اشوفش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي اول مره فيلم مش انا. يلا بينا. حسن بيشرب خمره يا كيكي وحاجات بتخليه هلوس. اتجننت يا ابني؟ ما اتجننتش، بس لو فضلتوا كده مش بتصدقوني هتجنن بجد. رحت لدكاتره وجامع وكنيسه كلهم قالوا ان انا ما عنديش حاجه، امال انا مالي؟ مش ده اللي بيحصل معاك يا حسن؟ انت ترضى لاختك حاجه زي كده لو كان عندك اخت؟ شوف كده الرسائل وصلوا ولا ما وصلوش؟ عملت صحين وصلوا. طب شوف كده الصحين دول ازرقوا ولا ما ازرقوش؟ لسه ما ازرقوش. طب شوف كده ينفع يتمسحوا؟ لا عدى وقت ما يتمسحوش. ما يتمسحوش ما يتمسحوش. اوكي بصوا هقول لكم على حاجه، انا عارف ان الناس دلوقتي يعني هيبقى فيه هجوم عليا دلوقتي. بصوا هقول لكم على حاجه، بالنسبه فاكرين الافلام بتاعه العيد اللي فات ده على طول بتاع العيد الفطر ده، لما احمد نوتردام وثانيه واحده وديدو، فاكرين ما اتفرجنا على التلاته تريلرز وعملنا لهم تريلر رياكشن، وقلنا من التريلر الافلام دي يا جماعه مش تبقى حلوه. انا قلت في التريلرز ان الافلام دي مش تبقى حلوه، تمام؟ ناس كتيره فشخ هجمتني، ناس بعد اللي هو انت لسه ما شفتش الفيلم انت بتقول من التريلر الفيلم مش حلو، قلت لكم مش هيبقى حلو، تمام؟ الناس بعد ما اتفرجت على الفيلم ودخلت الفيلم واتفرجت عليه في العيد، في ناس كتيره فشخ قالوا انت معاك حق،
الفيلم طلع مش حلو، لا ده حلو ولا ده حلو ولا ده حلو، مع الرغم ان انا ما شفتش فيلم بتاع دينا الشربيني، بس انا متاكد منهم في المية برضو مش هيعجبني الفيلم ده. عندي نفس المشكله معاه. اولا حاله شيحه مش داخله دماغي خالص ان هي تبقى ليدنج ليدنج اكترس معاه في الدور، مش عارف ليه مش داخله دماغي خالص ان هي يعني هي تبقى الرول مع تامر حسني. الفيلم يا جدعان الفيلم ده اولا حسيته ان انا شفته قبل كده، يعني فككم الانجليش، يعني مش هجيب سيره اللي هو فيلم بتاع جيم كاري اللي هو مي ماي سيلف ان ايرين ولا ايرين، تمام فككوا الفيلم ده. مش الفيلم ده اتعمل تقريبا من بتاع نضال الشافعي اللي كان من كام سنه تقريبا، اللي هو كان اسمه يا انا يا هو، حاجه شبه كان حاجه شبيه برضو شويه ليه يعني. هو من ناحيه الاقبال على الفيلم، الفيلم هيجيب فلوس مبدئيا عشان هو تامر حسني وليه جمهور كبير في الوطن العربي والكلام ده كله. بس انا عندي احساس الفيلم، انا شايف ان هو مش هيبقى قد كده، بس هيجيب ستيل فلوس اكتر من رامز جلال وافلام العيد اللي اتعرضت في الموسم عيد الفطر. بس انا بقول لكم اهو من دلوقتي ما تحطوش هاي اكسبكتيشن قوي على الفيلم ده عشان مش هيبقى قد كده. الفيلم ده لو نزل مع البعض لا يذهب المأزوم مرتين بتاع كريم عبد العزيز، الفيلم بتاع كريم عبد العزيز هيجيب فلوس اكتر، ده اللي انا متاكد منه مليون في المية، ان الفيلم بتاع كريم هيكون ضجه اكبر. يعني انا بصراحه التريلر ده ما كنتش عايز اعمله دلوقتي، كنت عايز استنى عليه يوم كمان، لان انا قريت امبارح ان التريلر او الاوفيشال تريلر بتاع فيلم موسى بتاع كريم محمود عبد العزيز مفروض ان هو كان ينزل، بس مع الاسف لحد النهارده لسه ما نزلش. وبصراحه دي حاجه بصراحه نفختني، لان انا كنت عايز اخبط الاثنين مع بعض بصراحه، لان انا سمعت ان هما الاثنين وفيلم بتاع كريم الثلاثه هينزلوا على ما اعتقد في الشهر ده. انا في افلام كتير عربي على ما اعتقد هتنزل الشهر ده، وده شيء انا مستغربه جدا. ليه مستغربه؟ لان افلام العربي يا اما بتنزل في عيد الفطر يا اما عيد الاضحى يا اما افلام اجازه نص السنه اجازه شم النسيم، ففكره ان هما ينزلوا افلام عربي في الشهر ده انا مش عارف هو الشهر ده فيه ايه، يعني اجازه الصيف مثلا يعني انا مش عارف. بس هو عامة يعني تقليد فشخ الفيلم مي ماي سيلف ايرين او ايرين بتاع جيم كاري، حرفيا افهات كده حتة حوار حتة الضرب بتاعت الإلام دي يعني، بس ما علينا قشطة يعني. فيلم هينزل في الموسم والناس هتفرح وتنبسط والكلام ده كله تمام يعني، بس في الاول وفي الاخر هيجيب فلوس، بس انا مش عارف اذا كان هشوفه ولا مش هشوفه يعني، عشان نكون صرحة مع بعض يعني مش عارف لسه. نسبة ترقبي للفيلم 6/10 مش اكتر من كده، لان انا بصراحة برضو ناس برضو هتيجي تقول لي انا عن نفسي ما عجبنيش مثلا فيلم البدلة، للأسف الكوميديا بتاعت فيلم البدلة بالنسبة لي انا كانت سخيفة ما ضحكتنيش. اللي شال الفيلم من وجهة نظر هو كان اكرم حسني، بس برضو الافهات اللي كانت في الفيلم او كوميديا السيتويشنز اللي كانت موجودة في الفيلم بصراحة ما كانتش قد كده، وكمان برضو كان متاخد بالظبط كان من الفيلم اللي هو Let's Be Cups. هو بس ده كان التريلر رياكشن بتاعنا النهاردة، فيلم مش انا على هوم سينما. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لايك وشير لو الحلقة عجبتكم، ما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن، ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برضو هسيب لكم اللينكس في الديسكريبشن. وباي باي.